اسمه عندي اكره شيء اسمه ودع. حلو عرفت وش اسالك انت؟ والله نسيت والله انقرب والله حضر سؤال اي سؤال تبوني في احد عندكم يسال عن الدوسري وراك اسال الدوسري دامك مواصل خلاص قول تبى حد يسال بدالك يعني؟ ما حد يبغى يسال انت اسال ما يبي يسالك ليش؟ بعد سبب التقلبات المزاجيه السريعه عند خالد الشماكس انا سبب تقلبات المزاج على طول عاطفه ضحك عاطفه ضحك في نفس الوقت اضحك تبكي لاني المواقف الحزينه احب اني ما احزن عشان كذا اضحك عشان ما احزن يا طيبك والله لا يا طيبك ولا هو شماته يوسف خالد الشمراني اسلم ابحث عني تلقاني اسلم شخص تفضل له كثير في البرنامج شخص في شخصين وليس شخص اسلم جيراني ولا سره في صمتيري ولا خمه يا سلام يا سلام تفضل ابو سالم ممتاز تعال تعال تفضل هذه الفقره في ماني والله فقره حلوه تفضل والله حلوه تفضل سريعي اشق المخ يا طلع لك مسالم قعدت على هذا الكرسي خليك قد الاسئله وتجاوب بكل صراحه ماكينه صفر ها بكل امانه بكل صراحه جاوب بكل امانه السؤال الاول عند عبد العزيز واحد سؤال بعدها السريعي اساله سؤال يجاوب فيه بصراحه في القريه في البرنامج طيب اسلم عزوز طيب هل شعر لوهله محمد دعيرم بالندم يضربك بسبب يعني مشاركته في البرنامج؟ لا بسبب اختلاف الاشخاص بسبب اختلاف نوعيه وتركيب الشخصيات لا طول محمد بن دعيرم مع لا الشباب لو انا قايل في البرنامج كان اجابتي تختلف بس اختلاف شخصيات محمد سريع لازم الواحد يتعايش مع جميع مكونات المجتمع هل تتضايق من مسألة الفواصل؟ إيه جدا. أوكي خلاص هذا السؤال. متى بتطلع شخصية محمد اللي الكل يعرفها؟ أيوة. متى تطلع شخصية محمد؟ فكاهية. والله على حسب المزاج. أخرتها قبل شوي. على حسب المزاج. أنا بس عشان أحط نقاط على الحروف. ترى في أسئلة محمد يمكن أكثر واحد يضحكني برا البث. في البث. سوى قهوة راح هناك تحس ما يصحص على لا اليوم شوي سبحان الله كل يوم سؤال واحد يا خماش أحبك نشوف الأسئلة بتكون عبارة أسأل أسأل لا لحظة على طريق بتكون في الأسئلة في حدود البرنامج ما بنطلع على الحياة الخارجية والخاصة في البرنامج هل تشوف أنت كشاعر أنك أقوى شاعر في النسخة؟ لا في أقوى منك إيه سمعت قصايد أقوى من قصيد اللي عديتها في البرنامج رسالة سلام عشان رسالة مبطلة أحد الأشخاص اللي يسمعونك في المتسابقين بعض في القرية. إيه. شايف عليه حدروب شايف تبي تمدح في شغلة تقدمه في شغلة. رسالة مبطنة. وصل رسالة. وصل بدون ذكر الشخص. بدون ذكر. هذا هو يحب التبطين هذا يحب. خفايا. جوا. ما قال دلوا زبدة الهرج نيشان. ما قال دلوا زبدة الهرج نيشان. والهرجة كذي صامعة عنك هلا هلا الله اللي بعد أبو سام لا والله لا أبو سالم ما قال دل شخص فاق توقعاتك في البرنامج فيصل الله يرفع قدرك يا سلام أقسم بالله العظيم محمد أشهد أنه يستاهل ما عليك زول بن دعيرم أيوة وش الشخصية اللي دائما أو إذا جلست وش دائما يعجبك في الشخصية اللي قدامك كيف انت تحترم وتقدره او انك ما تحترم وتقدره داخليا بعيدا عن الكلام الرجال وهذا احب الرجال اللي ينتبه لريجي انا ما احب الرجال اللي مكلماني وشوي عادي يعني ما احب الرجال اللي ينتبه لريجي يعني ادري ذرب ايه ادري محمد بن مشاعل شفه في التمر عرفت اشوفه يطلع التمر اشوف فلان ابو خماش عينه في التميشة ايه عرفت لا يا سلام خالد والله اقدس الشخص اللي كذا والله العظيم نبي محمد بن دعيرم محمد بن دعيرم تشك تشك اي بالله اي بالله اي بالله شخص والله ما ادري تعزه في البرنامج والله كل واحد
له معزه خاصه. شخص ما بحضر ولا انا عادي صار معزه صدق حبيته جدا ابن دعلو. والله اني كنت متاكد انكم بتجاوبوا السؤال. تفضل يا ابن خليها سؤال. يوسف يوسف ابو سالم ما فل تحت الطاوله كذا. ابو سالم لبيه في كذا. انا برجع السؤال اساله لانه هو ما كان موجود لاني انا ابى اساله. في كذا شخص تصادمت معه في البرنامج وصرت ما تتقبله. من اللي طلعوا واللي موجودين؟ اي ولا لا؟ لا في البرنامج؟ خايف تصدم. وموجود يعني لا. اللي موجودين الحين في القريه. تصدمت في شخص وما تقبلته بس انه ما عندهم موجود. صلى الله بارك. صلى الله بارك. بس بدون ذكر اسم. تفضل يا ابو سالم. بدون ذكر اسم. انا قلنا بدون ذكر اسم. اكفاني شركم. اشكرك. الله لا تسلم يا ابو سالم. انا خلف نخل. ايوه اسئله قويه. تعال اسال 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 وين رايح؟ اسال تسال تسال الحين اسال ما تسال عنه. يلا روح يا ابو مطلب. من جد جديد من جد جديد. اعتقد محمد السريع انه خلص كل شيء عنده. ما سوى شيء. الله الله. شوف بدون مثاليه والاسئله بتكون بتكون بسم الله. لا جاوب بكل صراحه. يلا هدف عندك. ملسك. لا اموت فيك. لا ما تمشي محمد. من سال عبد العزيز؟ سال عبد العزيز. بسرعه يا شباب بسرعه يا عبد الخماس. ايه سالت بسرعه. ايش؟ هل يعتقد محمد علي انه قدم جميع اللي عنده؟ قال لا. لو قالوا بعد سوي كذا. كفو. لو قالوا لك يا محمد يرجع الزمن لورا تاخذ الحصانه ولا لا؟ بكل امانه وصدق. شيء جاني من الجمهور والله لا احطه فوق راسي بس. ترى امانه وصدق. اي والله. يا سلام. اللي من الجمهور تراها ما هو مثل اللي في علي مينك. صادق. انزين يا محمد. هل تحس لك أعداء في البرنامج يحاولون يطمسون هويتك؟ أوه. غير يطمسون هويتك. يطمسون هوية مش هويتك الخارجية محمد السريعي كرياليتي ك. هويتي. وما حرت. شوف وأنا الحال. أيوه لا. ما في لا تبرر. لا تبرر. أبشر. يلا. نعم وبتبرير. يلا تفضل. الشخص طال عمرك ولو إنه الحالة ترى معه عدو. إنسان عدو نفسه. إنسان عنده شيطان. يحاول انه وهو الحاله. القلب عدوه القلب عدوه العقل. اوكي حلو. اوكي مصدع ومشوا شو. يلا اللي بعدك. وهي كذا الحياه. العدو موجود صحيح. ثلاث اشخاص قريبين من محمد السريع. ثلاث اشخاص بدون مجامله. عادي انا دام اني حلفت والله لا اقول الصدق. لا عادي ترى ما في شيء. ترى قريب اني ايش اني ما في شيء. صحيح صحيح. وش قال السؤال؟ ترى جيت الفقره قريبين في البث ولا بعد البث؟ انا عندي جيت الفقره السؤال انك تصارحت فيها قبله. واجد في البث ولا بعد البث؟ حبيبي اسال اسئله عندي في البرنامج. اشخاص البرنامج والله شوف وبكل صدق ممتاز. والله العظيم اني احب اللي في القريه كلهم. لكن اقرب الاقرب خالد الشمراني ثم خالد الشمراني ثم خالد. الله لا 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 خالد يستاهل. ثلاث اشخاص والله هو مره يستاهل. يستاهل خالد. تقدر تقول هنا والله يستاهل. انا مش ضد خالد. لا في سؤال وفي لا في سؤال حبيبي لا في سؤال قال ثلاثة لا يقول لي خالد لا في خالد وفي خالد حبيب الكل هذا خلاص كيف هاي جرب خلاص هذه جرب يلا اللي بعده أبو علي لبيك بيت حاج محمد السريعي وش الصفة السائدة فيه في البرنامج؟ وضح السؤال. أنا الصفة السائدة فيصل ضحك وسواليف صح؟ محمد السريع وش الصفة السائدة فيه؟ نفسه نفس الشيء؟ نفسه. بس على فكرة فيصل المطيري طبعا هو في الدورات كان أول شخص صار بيني وبينه ميانة يوم الله جابك سألت. كان أول شخص ما حد فاهمه من الشباب كلهم إلا أنا. كان كذا غامض في البداية ثم ما شاء الله تبارك الله يمكن هذا الحين افضلنا ما شاء الله. استاهل لا والله قلكم انا يا ابو مساعد. الصفه السلبيه محمد السريعي يحاول يخفيها. يحاول يخفيها لكن قبل شيء انا ما بحاول اخفيها صدق ولا اشوف انها سلبيه لكن في ناس كثير يشوفونها سلبيه. انا ازعل عند الحق ولو انه لان قلت اللي هناك ضربيه
براوي الناقة اللي هناك وادري ان لها حق من فلان والله العظيم اني ازعل زعل ولا اقدر اسكت. وصلت 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 ساك الله لان الشيطان ساكت عن الحق الشيطان الوقت صار سريع عليك تعجبني محمد السريعي نبغي شيء لجماعية محمد السريعي محمد السريعي الثالث هذا اكثر يا خالد محمد السريعي يشوف نفسه مظلوم في مجال الشهرة لان في مقاطع لها انشهرت صح مظلوم طال عمرك يمكن 5 إلى 10 إلى 15 كلها مليونية ولكن لو تسأل ما يعرف منه ما يعرف من اللي صوره ان شاء الله يعرفون الحين الله يطول عمرك يعرفون اسأله سؤال اسأله سؤال في الغارية بس ليش انت مثلا لا تقول شريعي ليش انت شريعي الغضب ودائم ردة فعلك اكبر من الفعل اللي يصير اوه لا انت ثبتت الكلام هذا ليش غير صحيح كلامك غير صحيح وعلى عيني والراس ابو خلاص الجزء الثاني احذفه صح سؤال مفخخ هذا ردة الفعل ليش عندك دائم ما تفكر فيها لا او انك شريعي الغضب لا انا افكر فيها شريعي الغضب طال عمرك شريعي الغضب ما هو يعني طال عمرك انه في غير حق انا في الحق ونفس سؤال محمد مساعد انا في الحق ما اسكت لو انه مو بلي ودايم انا اكثر اللي اتضح للشباب اني اتكلم بالحق الغيري مو بلي برافو يلا محمد السريعي في شخص افضل منك في البرنامج وتمنيت انه ما يكون في البرنامج هل في شخص كذا نعم او لا صح ولا لا نعم لا. فقط بس برافو انت هات الاسئله باقي ربيع عندك سؤال ربيع جيدان عندك سؤال بتكون عبد العزيز انت ما سالت ما طلعت ليش لبي. لا لحظه لحظه خمسه اسئله العزوز اسئله سؤال انا صار ثلاث اسئله ليش ما طلع يا حبيبي اهدى نبغي باقي اربع دقائق انا ثلاث اسئله اسالوا اسالوا ثلاث اسئله وانت عجل وانت عجل انت عجل ثلاث اسئله يسال يسال يلا اوكي انا عندي سؤال لا 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 خلاص لا بدا بها نام بعد كذا يا حلو عبد العزيز هل تشوف لك منافس في مجال التقديم مع من المتسابقين والله شوف اعتقد ان نعم او لا نعم شوف شوف بقول نعم او لا هذا فكرة خارج الصندوق نعم او لا اللي عندي والشيء اللي باقي ما قدمته لا اي برافو يا سلام عبد العزيز عنده سؤال عبد العزيز عندي 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 متى بيدش عبد العزيز المطلق طول باقي لا لا يلا عبد العزيز يحس نفسه ان لين الحين باقي ربيع لا ما 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 طلع كل حاجه عنده وانه انسان متحفظ برافو الى لا باقي متحفظ في سؤال اسال ولا اسال اسال ما وش الشيء اللي تحتاجه ما لقيته الحمد لله لقيت كل شيء عندي مقصر بالشعر عشان كذا قلب المقدم لا انا نعم ولا عندي في الشعر القوه اللي نفسها موجوده عندي في كفو يا سلام بس التقديم اخذني شوي يا سلام ربيع انقز انقز ربيع ربيع روح 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 كم ساعه الحين الحين باقي 5 دقائق بطل صبر كم شيء بخليه بخليه بالقفله يمكن هنا انا في خاطر شمت والله تروح باللي يمديك تعطنا الشله اسئله يا اخوي نبغي مشعل شوف هذه فقره والله العظيم انها شطحت يا رب اعطونا 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 ما في وقت زين دقيقه بنختم الفقره هذه الفقره شطحه قاعدين وطلت على بالي وبنسويها كل فتره لكن اللي قاعد على هذا الكرسي يجاوب بصراحه بدون اي مجادله بنكررها نبغي مش على الحين زد رصيدك حصريا ومجانا على شاهد حكايات لا تنتهي